شهدت جامعة الوادي الجديد حفل تخريج المزارعين أعضاء المدارس الحقلية، والذي جاء ضمن مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية لواحة الخرجة. ونفذت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو المشروع بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء وجامعة الوادي الجديد ل 105 من المدارس الحقلية، بهدف تحسين ممارسات الإدارة المستدامة للتربة والمياه وحفظ التنوع البيولوجي الزراعي. سعيد جدا اني تخرجت من مدارس الحقول الزراعيه، وكنت على درايه ببعض الحقول، وكنت اخذ تجارب على الفول، والحمد لله جاب معانا انتاجيه كبيره جدا. تعلمنا اولا صناعه الاسمده العضويه اللي هو المقصود بالكمبوست، اتعلمنا اشياء ثاني، زراعه البنكم، زراعات كثيرة زي القمح زي الطماطم. خرجت من المدرسة الحقلية اللي تبع منظمة الفاو في محافظة الوادي الجديد، وتعلمنا من المنظمة حاجات كثيرة جدا، طرق الزراعة وطرق الري الحديث وأنواع كثيرة من المحاصيل كانت غايبة عنا زي البنكم والخاص بالعلف الحيواني، وطرق الزراعة حديثة جدا ومقاومة الآفات، والحمد لله يعني تعلمنا حاجات كثيرة جدا من المشروع.